إنه من أقدم وأكبر جوامع مدينة طرابلس. لهذه التحفة المملوكية المتكئة على 700 عام رواية مميزة. بهالمنطقة هاي اللي ها كانت خيمة السلطان قلاوون، والجيش كان تقريبا شي 100,000 كان من الزهرية حتى باب الرمل اللي هي الحدادين، كان هون كله تخيم للجيش، ومن هون انطلق على منطقة القبة وقلب على المدينة وافتتح المدينة. بعد وفاته ابنه المنصور خليل ابن سلطان قلاوون اجى، وقت ما اجى على مدينة طرابلس اللي هي ساحلية سأل وين، قال لهم المكان اللي كان أبي خيمة والدي بدنا نقيم مسجد. هذه القاعة بنيت خصيصا منذ قرن ونيف لاستقرار شعرة الرسول التي قدمها السلطان عبد الحميد الثاني للطرابلسيين كوفاء وشكر لهم على بناء مسجد يحمل اسمه، وهو مسجد الحميدي. للشيخ علي الشلبي قصة مع المسجد المنصوري الكبير، فالشلبي البالغ من العمر 88 عاما درس إلى جانب العلوم الشرعية الرياضيات في تركيا، وهو يتقن إلى العربية التركية والألمانية والفرنسية، وقد شارك في معارك استقلال العام 43. أنا ولدت بهالبيت هون بهالمنطقة، هذا بيتنا وهيدي أنا غرفتي شو اسمه، عشت فيها 60 سنة. هذا بيت مسكون وهذه البيوت هذه كلها مسكونة. شفت العضادة هاي من هون لها. القاضي الشرعي اللي هو كان شو اسمه متنفذ على المساجد وأعمال المساجد، كان هون عاملين شو اسمه غرف خشبية للقادمين الفقراء من جميع البلاد الإسلامية اللي بيجي على مدينة طرابلس، ما معه كان ينام بهالشيء اسمه المقصورات الخشبية. الداخل إلى المسجد كما إلى كثير من معالم الفيحاء الأثرية كالداخل إلى التاريخ، لكن عند المغادرة يحضر الواقع المرير الذي تعاني منه الأحياء المحيطة بالأثرات بسبب إهمال الدولة للتاريخ والحضارة.